أنا فيكم وأنتم فيا. بتفسرها نفس الآية بتاعت أفسس 3، ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. يعني أنت تؤمن أن هو في قلبك، لكن مش يحل بلاهوته في قلوبكم. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، يعني أنت تشعر بالإيمان أن المسيح في قلبك بيعمل فيك، زي ما قال بولس الرسول يحيا فيه. لكن مش معناه يحيا بلاهوته، لأن لو اللاهوت فيك كنت لا تخطئ أبدا، سواء لاهوت المسيح أو لاهوت الروح القدس لا تخطئ أبدا. ده الروح القدس يكون فيك لكي يبتتك على خطية، لكن إذا كان موجود فيك بلاهوته يبقى لا تخطئ، لأنه مش ممكن اللاهوت فيك وانت بتخطئ، مستحيل.